هل ورد فضل للصلاة داخل الحجر؟ داخل الحجر صلاة داخل الحجر صلاة في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة، من صلى داخل الحجر فهو قد صلى داخل الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة، دخلها وصلى فيها عام الفتح. فالصلاة داخل الكعبة فيها فضل، فيها زيادة أجر، لكن الفريضة لا، الفريضة لا تصلى في الحجر. نعم.